السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاير، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح نتكلموا عن مباراة القمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اللي راح تكون في ملعب الاتحاد بمانشستر. صدام قوي جدا راح يجمع بين مرشحين في دوري ابطال اوروبا. انا نشوف هذه المباراه بانه مباراه ظالمه للجمهور الكروي المحايد بطبيعه الحال. لماذا؟ لانه انا نشوف بانه مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ هم المرشحين اللي يكونوا في النهائي، يعني بدرجه اكبر دون الانتقاص من البقيه. يعني باش البطوله تجمع في ربع النهائي بين اقوى المنتخبات هجوميا في اوروبا، او عفوا الانديه هجوميا في اوروبا، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، واللي يفوز فيهم راح يواجه المرشح الاخر ريال مدريد في النصف النهائي. انا اشوف بانه هذا اجحاف في حق البطوله، وراح تحرمنا البطوله من نهائي ناري مره اخرى. صدام كذلك ما ننساش بانه توخيل مع بيب غوارديولا المباريات تاعهم يعني اكيد كبيره وطويله وعريضه. لما كان توخيل مدرب لتشيلسي، او حتى لما كان مع باريس سان جيرمان، او حتى لما كان غوارديولا مع البايرن وتوخيل مع دورتموند، كانت هناك يعني مواجهات عديده. في المواجهات الفرديه توخيل متفوق على بيب غوارديولا في دوري ابطال اوروبا، وفي ناحيه الانديه السيتي ماهوش متفوق على البايرن، بل البايرن هو اللي متفوق. يعني الافضليه في من ناحيه الارقام بالنسبة لهذه المباراة لتوخيل وللبايرن، لكن كرة القدم تلعب في الميدان وليس بالأرقام والإحصائيات السابقة. كذلك هناك أمر آخر وهو مشوار الناديين قبل هذه المباراة. آخر خمس مباريات مانشستر سيتي فاز في المباريات كلها، بايرن ميونخ فاز في ثلاث مباريات وانهزم في مبارتين، واحدة منها مهمة جدا وهي الخسارة أمام فرايبورغ والإقصاء من البوكال كأس ألمانيا، وكذلك الهزيمة من أشبال تشابي ألونسو ليفركوزن في الدوري الألماني. توخيل تعرفوا بأنه جديد على تشكيلة البايرن، جاء فقط قبل أقل من أسبوعين، هذه مبارته الثالثة أو الرابعة عفوا راح يلعبها مع مانشستر سيتي. فاز على دورتموند بالأربعة، انهزم أمام فرايبورغ في الكأس، ثم بعد ذلك عاود فاز بصعوبة على فرايبورغ في البطولة، وراح الآن يواجه نادي مانشستر سيتي. نادي مانشستر سيتي بعد ما أرسنال كان بعيد عليه في الترتيب، الآن الأمور في الدوري أصبحت بيده. مانشستر سيتي لو يفوز بكل مبارياته راح يكون هو البطل دون انتظار تعثر أرسنال بعد تعثر هذا الأخير أمام ليفربول يوم الأحد الماضي. أنا كل شيء تمام، هذه فيما يخص أرقام المباريات. فيما يخص التشكيلتين يعني المحتملتين للناديين، نبدأ بنادي مانشستر سيتي نادي تاع محرز. أكيد محرز راح يكون أساسي. لماذا؟ لأنه محرز لما كان أساسي في المباراة الماضية، هذه التشكيلة هي اللي كان يفكر فيها بيب غوارديولا بالذات باش يلعب بها هذه المباراة. محرز كان سيء. لماذا؟ لأنه قلنا ستونز كان خلفه، غدا راح نشوفه كذلك ستونز خلف محرز لكن بوظائف ممكن مختلفة نوعا ما. حارس المرمى أكيد إيدرسون، في الدفاع الثلاثي أكي ستونز وأكانجي، في الوسط راح نشوفه ستونز اللي راح دياز مش ستونز في الدفاع دياز، أما ستونز راح يكون ظهير، وفي الحالة الهجومية راح يتحول إلى كلاعب ارتكاز إلى جانب اللاعب رودري باش يعني يكثفوا الحماية الدفاعية من هجمات نادي البايرن. في الأمام عندنا الرباعي دي بروين، كذلك غوندوغان، واللاعب غريليتش ومحرز، وأمامهم يعني ألاند. هنا نشوفوا بيب غوارديولا راح يلعب بجدارين في الوسط وخلفهم ثلاث مدافعين، ثلاث مدافعين اللي هما قلنا ستونز أو عفوا اللي هما دياز وكذلك أكانجي وأكي، أمامهم جدار يعني لاعبين بدنيين ستونز وكذلك اللاعب رودري، اللي ممكن رودري يتحول الى الهجوم يساند هجوميا ويبقى ستونز وحده كلاعب ارتكاز. يعني دائما ظهر رودري حتى في حاله المساند الهجوميه راح يكون محمي من اللاعب ستونز. الرباعي اكيد راكم تعرفوه، وبالتالي الان محرز راح يلعب غالبا مع دي بروين وما راحش يلعب مع الظهير، وبالتالي راح نشوفوا ثنائيه دي بروين ومحرز، وفي الجهه الاخرى نشوفوا غوندوغان وغريليتش، ورودري ممكن يصعد الى الوسط باش يشكل لاعب يعني وسط بوكس تو بوكس، يعني يلعب في عده مناطق.
في الهجوم ألاند تعرف كلكم يعني ألاند هو ألاند أنا ممكن نشوفه بأنه نقطة ضعف غدا ألاند أقول جيدا في الحالة الدفاعية يعتبر نقطة ضعف. لماذا؟ لأنه الباير راح نتكلم عن التشكيلة نتاعو نقطة القوة نتاعو هي الصلابة الدفاعية والسرعة في الارتداد من الدفاع إلى الهجوم. وهنا لازم لك اللاعب الأول لازم يدافع وهو المهاجم. هالاند ما يدافعش، هذا امر صعب جدا. الان راح يلعب على الاطراف البايرن. لما نجي اقول ما نتكلم على البايرن راح نعطيكم تشكيله نادي بايرن ميونخ اللي راح يدخل بها غدا، رغم اني نشوف التشكيله تاع فوتبول هذه المره راح تكون بنسبه كبيره مخطئه. تابعت جيدا اخبار تدريبات البايرن مع توخيل وراي عندي فكره نوعا ما عن التشكيله الرئيسيه، ونشوف بانه يكون هناك لاعبين راح يكونوا اساسيين مقارنه بالتشكيله اللي مدها موقع فوتبول. التشكيله تاع فوتبول بحراس المرمى سومر في الدفاع، راح نشوفوا الرباعي ديليخت واوباميكانو على الاطراف، نشوفوا كانسيلو وكذلك دافيتس، وفي الوسط كيميتش غوريتسكا وامامهم موتزيلا، والثلاثي الهجومي غنابري كومان وماني. انا نشوف بانه ماني ما راحش يكون اساسي. لماذا؟ لانه ماني حاليا يعتبر احد أسوأ اللاعبين في البايرن منذ قدومه. ماني لا يستحق ان يكون لاعب اساسي وما عندوش مكانته حاليا في نادي بايرن ميونخ، وبالتالي راح نشوف مولر هو اللي راح يكون ممكن مهاجم وهمي وراح يتبادل المراكز مع كومان وكذلك مع ساني. الان نشوف يعني في الخلف ما راحش نشوف كانسيلو ابدا، انا حسب رايي راح نشوفه بافارد، وبالتالي التشكيله المتوقعه حسب رايي غدا سومار في الدفاع الرباعي، ديليخت واوباميكانو، بافارد وكذلك اللاعب دافيتس، في الوسط كيريغوريتسكا وكيميتش، على الاطراف ساني وكومان، وامامهم او في الوسط موزيلا وامامه مولر. انا حسب رايي هذه التشكيله وراح تعرف يعني تغييرات المراكز واللا مركزيه بين الرباعي الهجوم موتزيلا كومان ساني ومولر. البايرن تعرف بانه يعتمد على المرتدات في هذه المباراه راح تكون بنسبه كبيره جدا. توخيل راح يستدرج بيب غوارديولا الى الامام، ولذلك بيب غوارديولا راح يلعب له بجدارين دفاعيين ويعني من دون اطراف. غدا غوارديولا ما راحش يعتمد على الاطراف وراح يعوض الاطراف بلاعبي ارتكاز، يعني رودري انت تغطي على الجهه اليسرى ويستونز انت تغطي على الجهه اليمنى. الان هل هذا يكفي باش توقف أظهرة وأطراف البايرن؟ البايرن باش توقفوا لازم لك أولا محرز وغريليتش يكونوا أول حاجز دفاعي، وكذلك حتى ألاند يكون يضغط على بداية من الحارس، وكذلك أوباميكانو وديليخت. ولذلك أنا أشوف غدا بايرن راح يكون خطير جدا في المرتدات. بايرن لا اعتقد انه غدا راح يحاول انه يستحوذ، راح يخلي الاستحواذ لمانشستر سيتي، خاصة انه مانشستر سيتي راح يلعب في الملعب نتاعو، ومانشستر سيتي هو اللي يبحث عن الاستحواذ. بيب غوارديولا باش تفوز عليه ما تحاولش تحرمه من الشيء اللي راح يحوس عليه، وانما تحاول انك تضربه بمناطق بنقاط الضعف تاع الطريقه اللي راه يحب يلعب بها، لانه بيب غوارديولا اذا حب تتفوق عليه في طريقه لعبه مستحيل، هذه لازم تكون تعرفها جيدا. وعلاش بيب غوارديولا دائما لما يخسر يسقط مع كلوب ويسقط مع سيميوني ويسقط مع ريال مدريد انشيلوتي؟ لانهم هادو يلعبوا يعني ما يلعبوش بالفعل، ما يعتمدوش على الفعل وانما يعتمدوا على رده الفعل، يعني يخليك انت تلعب هو يعطي لك الخطه المضاده كونتر خطه كما يعني نقولوا. اذا الان بيب غوارديولا غدا راح يهاجم، راح يعتمد على لاعبي ارتكاز وعلى ثلاث قلوب دفاع امامه. اكيد غوارديولا مش مدرب اللي يعتمد على خمس لاعبين في الخلف، راح اكيد نشوفوا لاعبين على الاقل يصعدوا، ممكن نشوفوا دياز في بعض الاحيان، ممكن نشوفوا كذلك رودري كما قلت يكون عنده ادوار هجوميه. اما البايرن دافيتس من هذه الجهه، بافار ما عندوش مسانده هجوميه لكن يصعد، كذلك راح نشوفوا صعود ديليخت في الكرات الثابته، وكذلك نشوفوا صعود اوباميكانو، في حين غوريتسكا تعرف بانه عنده مسانده هجوميه كبيره وكبيره جدا، لكن هذا الشيء ممكن نشوفه في الاليانس ارينا. غدا البايرن راح يلعب ككتله واحده، بايرن دفاعيا قوي وقوي جدا، هجوميا عنيف وشرس في المرتدات، وما تشوفوش لمباريات فرايبورغ. لماذا؟ لانه فرايبورغ ماهوش مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي ما يلعبش كما فرايبورغ، فرايبورغ لعب في الخلف وانتظر البايرن، والبايرن وجد صعوبه في اختراق دفاع فرايبورغ. غدا راح يحصل العكس، السيتي راح يفتح اللعب، زملاء محرز راح يفتحوا اللعب، وراح يكون تنظيم دفاعي ممتاز جدا من البايرن، ويعتمدوا على
المرتدات. زملاء محرز غدا راح يكون عندهم امر صعب جدا. مستوى محرز كيفاش نتوقعه؟ فرديا ممكن يعمل الفارق، لكن انا اشوف بانه الاعتماد على ثنائيه فقط من دون الثلاثيه، لانه الجهه تاع بايرن ميونخ مثلا لو نجي نشوف الجهه تاع محرز، يعني الجهه اليسرى تاع بايرن عندك دايفيتس وعندك كذلك اللاعب كومان، باش يعني تتفوق على هذه الجهه، ولما نزيد لهم يعني غوريتسكا يساند معاهم وينضم ليهم، وحتى نشوفوا مولر وموتزيلا مرات ينضموا ليهم. انا لا اعتقد انه بيب غوارديولا راح يستطيع انه يتفوق بلاعبين فقط اللي هما محرز ودي بروين، وبالتالي انا اعتقد انه غدا المباراه راح تكون صعبه جدا على رياض محرز وعلى زملائه. و انا حسب رايي غدا ممكن جدا ممكن جدا بايرن ميونخ يحسبها بالفوز، لكن اتوقع انها تنتهي بالتعادل. اعزائي المشاهدين نقول بالتوفيق لمحرز، لا ما نقولش، الله خالف، ما نقولش بالتوفيق لمحرز غدا، نخلي المباراة القادمة ونقول بالتوفيق في البطولة ماشي في دوري الأبطال. إذن أعزائي المشاهدين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.